هذه الدورة ويا جي اي، وكان لها دور فعال أنه تطور من مهاراتي في تحليل البيانات اللي خلتني أقدر أحصل على هاي البوزيشن حالياً. طبعاً الدورة حسنت من مهاراتي في تحليل البيانات وقدرتي على فهم البيانات بطريقة أعمق وأحسن. الدورة كانت هيك بداية في هاي المجال، وأنا حابة أن أكمل دراستي في تحليل البيانات ودائماً أكون مطلعة على أحدث التقنيات والأدوات اللي يستخدمونها في تحليل البيانات. دورة General Assembly كانت هي بالنسبة لي البداية، لأن أنا إن شاء الله بكمل دراستي في هاي المجال الواسع، ودائماً أبي أكون مطلعة على الأدوات والتقنيات في عالم البيانات، لأن البيانات هي تعتبر العمود الفقري للشركات والمؤسسات، وحين مع الذكاء الاصطناعي طبعاً تطورت تقنيات التحليل البيانات، فإن شاء الله أكون مطلعة. طبعاً إحنا كشباب إحنا في عمر السعي، وهاي الوقت اللي إحنا لازم نتعب فيه علشان نبني البحرين.